القدر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة
الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سورة القدر مکی سورت ہے. قدر کے ایک معنی ہے قدر و منزلت, دوسرے معنی ہے شب قدر, تیسرے معنی ہے اندازہ اور فیصلہ کرنا, کیونکہ اس دن سال بھر کے فیصلے کیے جاتے ہیں, اسی لیے اسے لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے. اس کے ایک معنی تنگی کے بھی ہیں. اس رات اس کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین
تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات عبادت کی جاتی ہے، بڑی قدر والی رات ہے، عبادت پر بہت ثواب ملتا ہے۔ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، یہ سلامتی والی رات ہے۔ مومن اس رات شیطان کی شر سے محفوظ رہتا ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا، بے شک ہم نے، انزلناہ، نازل کیا ہم نے اس کو، فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، وما ادراک، اور کیا چیز بتائے تجھ کو، ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، خیر، بہتر ہے، من الف شہر، ہزار مہینوں سے، تنزل الملائکۃ، اترتے ہیں فرشتے، والروح، اور جبرائیل علیہ السلام، فیہا، اس میں، بإذن ربہم، اپنے رب کے اذن کے ساتھ، من سے، کل امر، ہر حکم، سلام، سراسر سلامتی ہے، ہیا، وہ، حتی، یہاں تک کہ، مطلع الفجر، طلوع ہو جائے فجر۔